هل في النفط البترول زكاة؟ وكم مقدار المخرج منه؟ النفط كله للدولة، كله للدولة وكله مصرفه مصرف الزكاة، الدولة تنفقه على مصالح المسلمين. أما لو خرج نفط في بيتك أو في ملكك هذا فيه زكاة، نعم. أما النفط العام اللي هو في تحت يد الدولة هذا مصرفه مصرف الزكاة، الدولة تنفقه على مصالح المسلمين، نعم.